أهلا وسهلا بيكم في المالتي كالتشرال أسوسيشن أوف فريدريكتون، أو المنظمة متعددة الثقافات في فريدريكتون. إحنا بنتكلم هنا لغات كتير، بس اللغة الرسمية هي الإنجليزي والفرنسي. ويلكم إي بيان فينو، أهلا وسهلا بيكم. زي ما قدامكم هنا دي الخريطة بتاعت كندا كلها. كندا كبيرة جدا، فيها مقاطعات كتير، والمقاطعة اللي هي باللون الأحمر هي دي نيو برونزويك اللي احنا فيها دلوقتي، والعاصمة بتاعتها فريدريكتون. اتأسس المالتي كالتشرال اسوسيشن اوف فريدريكتون، او ساعات بنختصره بالام كاف او ام سي اي اف، وفي ساعات الناس بتستسهل بالعربي بيقولوا عليه المنظمة. تم إنشاء الإمكاف في 1974 علشان يشجع الثقافات والاختلاف، إنه كله يبقى موجود في مكان واحد متعايش بانسجام وزي بعض. وتم تأسيسه زي ما قلنا قبل كده باللغتين الرسميتين الإنجليزي والفرنسي. فأهلا وسهلا بيكم في المجتمع معانا هنا، احنا بيكم انتم كمان بنبني المجتمع اللي بيستقبل كل الناس من كل شكل ولون وبلد، عشان احنا مجتمع متعدد الثقافات. اهلا وسهلا. طيب احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا بنقدم خدمات متنوعة وكتير لأي وافد جديد، منها الـ Settlement Services اللي هي خدمات بتساعدكم على الاستقرار والاندماج بشكل أسرع في المجتمع، بتوفير معلومات ليكم وبتوفير خدمات تانية كتير هتعرفوها. كمان بنساعدكم في الانضمام لفصول أو صفوف اللغة الإنجليزية، ولو حابين الفرنسي برضو بنساعدكم في ده. في عندنا كمان فريق متكامل بيساعدكم في كل جوانب البحث عن عمل أو التوظيف، وكمان بساعدكم على ان انتوا تبنوا علاقات بالمجتمع، وانكم انتوا ازاي تبقوا متواصلين ومعاه. احنا عندنا في الامكاف حوالي 60 موظف بيتحدثوا 40 لغة مختلفة. 60 موظف ممكن يزيدوا او يقلوا حسب الوقت من السنة، وفي منهم كمان بدوام كامل وفي منهم بنص دوام. وعندنا كمان 38 cultural broker بيساعدونا في ان هم ينشئوا كوبري للتواصل ما بين الثقافة الخاصة ببلد معينة وما بين الثقافة الكندية، ودول بيتحدثوا 23 لغة. طيب نبتدي بقى ندخل نتكلم عن الحياة للأسرة هتكون ازاي في كندا وفي فريدريكتون. زي ما انتم شايفين هنا الميزان، الميزان يعني حقوق متساوية. بالقانون هنا في كندا كل الناس لها حقوق متساوية، سواء كانوا إناث أو ذكور أو أطفال أو كبار السن، كلهم لهم حقوق متساوية في العمل، في التنقل من بيت لبيت، بيع أو شراء أي ملكية، الحصول على بطاقة صحية، فتح حساب في البنك، أو التصرف في أموال، أو السفر لأي مكان، أو الذهاب للمدرسة، أو الزواج، أو الانفصال. لا يوجد شيء يسمى وظيفة فقط للرجال أو وظيفة فقط للنساء. كل الناس ليهم حقوق متساوية في العمل، في الحصول على الوظيفة، في أنه يتم دفع نفس الراتب لنفس الوظيفة. بالنسبة للأسر في كندا هتلاحظوا أنها قد تكون مختلفة. إن في الأسر اللي هم المتزوجين وعندهم أطفال، أو متزوجين ما عندهمش أطفال، أو ممكن يكون الأسرة فيها راعي واحد بس للأسرة، يعني الأب وعايش مع أطفاله، أو تكون أسرة أخرى الأم وعايشة مع أطفالها. في أسر أخرى برضو متزوجين من نفس نوع الجنس، وفي أسر عايشين في بيت واحد وما بينهم وليس بينهم عقد زواج. ممكن برضو تلاقوا كبار السن عايشين في بيتهم الخاص بيهم ومش معاهم أولادهم الكبار.
ممكن برضو هتلاحظوا ان العلاقات في التواصل ما بين الصغار والاشخاص الكبار غير رسمية. مش لازم اني انادي حد عشان اكبر مني اقول له استاذ فلان، او ان او اقول لها سيدة فلانة. فالعلاقات هنا غير رسمية نوعا ما. انه كمان هتلاقوا معظم الأسر هنا في كندا إنهم المسؤولين عن الأسرة وبيشتغلوا برا البيت، هما الاتنين معظم الوقت. والوقت ده يا إما الأطفال بيروحوا للمدرسة أو الحضانة، أو بيسيبوا الأطفال مع جليسة أطفال تعتني بيهم. العلاقات في كندا قد تكون زواج أو التعايش بدون زواج زي ما ذكرنا سابقا. في كندا من حق أي شخص أن يختار من يرغب بالارتباط به أو بها. يجب أن يكون عمر الشخص عند الزواج على الأقل 18 عاما لكي يتمكن من الزواج بدون الحصول على إذن من الأهل. وفي كندا محدش يقدر يجبر أي شخص على الزواج بدون رغبته. يجب قبل الزواج الحصول على رخصة زواج رسمية من دار المحكمة. وشعائر الزواج المدني أو الديني قد تكون قانونية، لكن يجب الحصول على الرخصة قبل الزواج. وطبعا زي ما قلنا من حق أي شخص أن يختار من يرغب بالارتباط بها أو بها، سواء كان من خلفية ثقافية أو دينية مختلفة، لكامل الحرية في الاختيار. وزي ما ذكرنا البعض يعيش بدون زواج رسمي، وده بيسمى بالقانون Common Law Relationship، اللي هو التعايش بدون زواج. الحقوق بتاعت شركاء هذه العلاقة متساوية، ويجب أن يكونوا واضحين عن بخصوص الممتلكات المشتركة مثل المنزل أو السيارة، وأنه يكون عندهم وثائق رسمية لإثبات الملكية لهذه الأشياء لو كانت مشتركة أو لكل شخص على حدة. ده في حالة العلاقة بدون زواج. بالنسبة طبعا للعلاقة اللي بزواج، القانون بيكفل حقوق كل شريك في الأسرة. كما ذكرنا سابقا من حق أي شخص أن يختار من يرغب بالارتباط به أو بها. أيضا من حق أي شخص أن يطلب الطلاق أو الانفصال. سأستخدم لفظ شخص وليس بالضرورة يعود على المذكر، أنا أعني به جميع أنواع الجنس. إذا أراد الشخص أن ينفصل فعادة يقوم بترك المنزل والذهاب للعيش في مكان آخر. إذا كان هذا الشخص ليس له مصدر دخل أو لا يعمل، فيستطيع أن يطلب مساعدة الدولة في توفير نفقاته حتى يتمكن من توفير نفقاته بنفسه أو العمل مرة أخرى. أي من شريكين الأسرة يستطيع أن يطلب الطلاق، وليس بالضرورة عليه أن يذكر سبب الطلاق، وأيضا ليس بالضرورة أن يوافق الشخص الآخر الشريك الآخر على الطلاق. في كندا دار المحكمة هي التي تجعل الطلاق رسميا، حتى لو كان الزواج تم قبل ذلك بشكل ديني فقط. إذا لم يتم التوافق ما بين الشريكين في كيفية تقسيم ممتلكات الأسرة، فالمحكمة سوف تقوم بذلك حسب القانون. أيضا إذا لم يتمكن الوالدين من تقرير من سيقوم برعاية الأطفال أو كيف سيتم رعايتهم، فأيضا المحكمة هي التي ستقرر الأفضل لصالح الأطفال. كلا الوالدين مسؤولين عن توفير الرعاية والدعم
للأطفال ما بعد الطلاق أو الانفصال، بغض النظر أين يعيش الأطفال. أيضا قد يطلب توفير نفقات المالية للشريك السابق. رعاية الأطفال في بلد جديد قد يشكل تحدي، لكن الأهالي والأطفال قادرين على تجاوز ده بأن هما يتعلموا التكيف في حياة جديدة. احنا عارفين أن الأهالي هم أول وأهم معلمين في حياة أطفالهم، وأن في بعض الأطفال بتقدر تتكيف بسرعة، وإن في أهالي أحيانا بيحتاجوا يتعلموا أشياء من أطفالهم. الحياة في بلد جديد بثقافة جديدة بيئة جديدة بيخلق بعض التوتر داخل الأسرة. نضرب مثال، أيام الشتاء الباردة ممكن الأهالي والأطفال يقعدوا وقت أطول في مكان صغير داخل منزلهم، وده ممكن يخلق توتر. ممكن أطفال تتعلم اللغة أسرع من أهاليهم، وبالتالي الأهالي قد تعتمد عليهم في قضاء بعض الأشياء مثل شراء البقالة أو ما شابه. أيضا الأطفال ممكن يكونوا صداقات أسرع من الأهالي، وبالتالي في مرحلة ما في البداية ممكن الأهالي ما يكونوش عارفين كل أصدقاء أطفالهم. كمان ممكن بعض الأحيان الأولاد الأطفال يتحاولوا إن هما يقلدوا أصدقائهم في اللبس، في الأكل، في الكلام بطريقة تختلف عن الأهالي اللي اعتادته. ده طبيعي، نتوقع ده. كل دي تحديات قد نقابلها في الحياة الجديدة. نتكلم عن مسؤوليات الأهالي تجاه أطفالهم. كل الأهالي مسؤولة عن توفير الدعم والنفقات لأطفالهم حتى سن 18 عاما. الأطفال من سن 5 سنوات إلى 18 عاما عليهم أن يذهبوا للمدرسة. الأطفال من سن 16 سنة وما فوق يسمح لهم بالعمل في كندا إذا رغبوا ذلك. لا يمكن ترك الأطفال لوحدهم بالمنزل أو تركهم بدون رعاية في أي مكان، إلا لو كان عمر الطفل 12 عاما وما فوق. إذا لم تستطيع أن تكون معهم، يجب أن توفر أحدا آخر ليكون معهم إذا كان سن الأطفال أقل من 12 عاما. القانون يحمي الأطفال من الإيذاء أو الضرب أو الإهمال في كندا، لأنه يعتبر جريمة. كل المقاطعات عندها مؤسسات تقوم بحماية الأطفال من الإيذاء أو الإهمال، ولو حدث لو عندك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع، يمكنك سؤال أي أحد منا أو من موظفين الأمكاف. نيجي لرعاية الأطفال المراهقين. زي ما احنا عارفين، سن المراهقة ده مرحلة انتقالية بتبتدي مع سن البلوغ، وبيكون فيها تغيرات جسدية ونفسية، وبتبقى مرحلة فيها لخبطة واضطراب للأطفال في السن ده. لما بيقضوا الوقت مع أصدقائهم أو اللي في سنهم اللي بيمروا بنفس المرحلة، ده بيعتبر نوع من أنواع التكيف مع التحدي ده. وطبعا تغيير كبير جدا في الحياة بالنسبة لهم، إن هما ينتقلوا لبلد جديد، خصوصا لو سايبين وراهم أصدقاء هناك أو أقارب، فده بيبقى ساعات صعب بالنسبة للأطفال المراهقين. إحنا كأهالي إمتى أحس إن أنا محتاج مساعدة في التعامل مع الأطفال المراهقين؟ لو حسيت إن هما بيشربوا مشروبات كحولية أو بيدخنوا سجائر أو بيستخدموا أدوية أو عقارات غير مسموح بها زي المخدرات،
برضو لما يبتدوا ان هم ما يقولوش هم رايحين فين او هيقابلوا مين او امتى هيرجعوا، او لو حصل اي سبب انهم بدأوا ياخدوا اشياء من المحل بدون ما يدفعوا ثمنها، او ما يحضروش المدرسة، او يدخلوا في عنف، او يضربوا اصدقائهم، او اصدقائهم يضربوهم، بيحملوا السلاح. دي كلها مؤشرات بتقول ان انا كأهل اب او ام لازم ابدأ ابحث عن مساعدة في التعامل. هنا الصور بتوضح الكلام اللي قلناه، لو دخلوا في عنف مع اشخاص اخرين، او ان هم تعمدوا ياخدوا اشياء من محل بدون ما يدفعوا ثمنها. خلينا نكون فاكرين وواضحين جدا في انه في طبعا فجوة بين الاجيال في جميع الثقافات، في جميع الاسر. ده مش بيقتصر على الوافدين الجدد، لا، اي حد بيبقى معرض للكلام ده، لانه طبيعي ان بيبقى في جيل عايش على قيم وبيئة مختلفة وثقافة مختلفة، والجيل الجديد بيطلع برضو عنده قيم وثقافة معينة. ودايما احنا كجيل قديم او جيل جديد في اختلاف. مع الصبر، مع تفهم المشاكل دي مع الأطفال، ده هيساعد كتير إنها تتحل ويتم التعامل معها فورا. طيب إيه اللي ممكن الأهالي يعملوه؟ أهم حاجة أنت أو أنتي اهتموا بنفسكوا جدا. نتواصل ونحاول نلعب مع أطفالنا ومع الشباب الصغيرين بتوعنا. نحاول نخليهم الأطفال والشباب الصغيرين دولت ينشغلوا في أكتيفيتيز وأنشطة كتير. طيب لازم أتكلم معاهم، لازم أكون مستعد إن أنا أسمع لهم في أي وقت لما يحبوا يحكوا حاجة يحكوها من غير ما يستنوا إنك أنت أو أنتي تقول لهم حاجة. يعني يحكوا 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 واحنا علينا ان احنا نسمعه، تمام؟ نبقى دايما كده دماغنا مستعدة لاستقبال اي افكار جديدة منهم، ونكون واضحين برضو عن القيم بتاعتنا واللي تهمنا، تمام؟ ناخدهم لاماكن يقدروا يلعبوا ويجروا فيها. برضو ناس كتير في مؤسسات كتير ممكن تساعدهم. أهم حاجة فعلا يا جماعة إن احنا نشغلهم في أنشطة كتير. زي ما قلنا احنا عندنا مؤسسات وأفراد ممكن يساعدونا في إن احنا نتعامل مع أطفالنا، منهم الأمكاف، منهم المدرسين، ممكن كمان الطبيب الأسرة، الموظفين في الخدمة العامة والخدمة الاجتماعية والاستشاريين، كلهم عندهم خبرة كويسة في التعامل مع الصعوبات اللي بتواجه الأسر والأطفالهم بيكبروا قدامهم وبيقابلهم تحديات معهم. تاني بنأكد أهمية نقطتين، انك انت تبقى او انتي تبقوا كويسين مع نفسكوا، تهتموا بنفسكوا وبأطفالكوا، كمان تحاولوا تشغلوا الأطفال في أنشطة مختلفة. طيب نتكلم عن مجموعات دعم الأسر والأهالي. احنا عندنا في بلدنا الأم متعودين ان احنا مثلا لينا أصدقاء من أسر مختلفة بيفيدونا بخبرتهم في التعامل مع الأطفال وتربيتهم. هنا في كبلد جديد ما عندناش الدعم ده أو الشبكة دي من الأصدقاء، بالتالي مجموعات من الوافدين الجدد اللي هم مهتمين بكيفية رعاية الأطفال وزي نحافظ على صحتهم النفسية وصحتهم بشكل عام،
بدأت تتكون. فلو انت او انتي تحبوا تشتركوا في المجموعات دي هتفيدكوا جدا، انها هتبقى فرصة اولا للتعرف على اصدقاء جدد ممكن يساعدوكم بخبراتهم، كمان هتساعد انكم تتعرفوا اكتر على الطريقة الكندية في رعاية الاطفال، ايه الحاجات المتوقعة من أطفالكم في المدارس والحضانة بتاعة الأطفال. برضو نتعلم أكتر عن خبرات الوافدين الجدد والمهاجرين لما جم هنا، وإزاي بدأوا ينشئوا شبكة جديدة وعلاقات جديدة في المجتمع. لو حبينا نتكلم عن رعاية الأطفال الصغيرين لحد 12 سنة واللي هم مش في المدرسة، طبعا زي ما قلنا ان الاهالي مسؤولين عن توفير حد يقعد معاهم او يجالسهم في الوقت اللي هم الاهالي مش قادرين يتواجدوا فيه، والحكومة بتاعت نيو برونزويك بتوفر دعم مالي للاهالي اللي دخلهم قليل، وطبعا علشان تستحق الدعم ده وتكون متوفر فيك الشروط اللي هيسألوك عن معلومات تتعلق بدخل الأسرة، بالإيجار الشهري، لو في ديون أو قروض الأسرة واخداها، فواتير الكهرباء والمية والتليفون وما شابه. الحكومة الكندية بشكل عام بتوفر دايما البرامج والدعم للأهالي علشان يساعدوهم على رعاية أطفالهم. برضو زي ما احنا عارفين برضو الحكومة الكندية بتقدم فلوس شهرية من دافعين الضرائب، بتتقدم برضو للأطفال حسب متوسط دخل كل أسرة. وزي ما قلنا لو احتاج الأسرة احتاجت الدعم ده أكتر من الحكومة بيقدروا يقدموا عليه، وزي ما قلنا بيسألوا عن شوية أمور للتأكد من إنه أنتم مستحقين للدعم ده. طيب بالنسبة للأهالي اللي قرروا إن هم يسجلوا مع الإمكاف لحضور فصول اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، هيقدروا يحصلوا على رعاية مجانية لأطفالهم طول فترة تواجدهم في الفصل. لو حصل إنه أحد من الأهالي قرر إن هو يترك الفصل لأي سبب، يخلص مشوار، رايح يشتري قهوة، هياخد بريك، ما ينفعش يخرج والطفل موجود في مبنى الإمكاف. الطفل يبقى موجود في مبنى الإمكاف طول ما الأهالي بيدرسوا في الفصل بتاع الإمكاف. اضطر لأحد من الأهالي إنه يخرج يبقى لازم ياخد الطفل معاه، ودي زي ما قلنا خدمة مجانية الإمكاف بيعملها علشان يساعد الأهالي إن هما يتعلموا اللغة. تاني بنأكد إنه إيذاء الطفل بأي شكل من الأشكال ضد القانون ويعتبر جريمة في كندا، سواء كان الإيذاء عاطفي بأنه مثلا يتم إطلاق بعض الأسماء السيئة عليه للطفل، أو إن هو يشوف أي عنف منزلي، سواء كان برضو إيذاء جسدي بالعنف، بالضرب، بأي نوع من أنواع الإيذاء الجسدي، برضو بالإهمال لو ما بيتمش توفير الحاجات المهمة الأساسية للطفل زي الأكل والشرب واللبس، بيت دافي، تعليم، رعاية صحية، وبرضو في اللي هو العنف الجنسي لو تعرض له الطفل من طرف أي شخص بالغ. القانون هنا في كندا بيجبر أي حد إن لو شهد هذا الإيذاء إن هو يبلغ عنه،
سواء كانوا أطباء أو تمريض أو مدرسين أو ضباط شرطة، لو شافوا أو شكوا إن في أي نوع من أنواع الإيذاء بيتعرض له الطفل بيتم التبليغ عنه فورا. وده كمان بينطبق على عامة الناس، إن هم ممكن برضو يبلغوا عن أي حد. بالتالي أنت كمان أو أنتي لو حصل إنه شفتوا أي طفل بيتعرض للإيذاء، لازم يتم تبليغ خدمة حماية الأطفال فورا. لمعلومات أكتر تقدر تساعدكم تعرفوا إيه هي كل أنواع الإيذاء اللي ممكن يتعرض له أي حد من أفراد الأسرة، إزاي التصرف، إيه الممنوع، إيه اللي ضد القانون، إيه مصادر المساعدة، كل ده تقدر تعرفه من الموقع الحكومي اللي موجود في الرابط اللي قدامكم. ده موقع الإنترنت، أول ما تدخلوا عليه ده بيتكلم عن العلاقات الصحية الأسرية، وبتختار اللغة اللي انت تحبها وموجود أو تحبيها، واللي موجود أيضا باللغة العربية، في فيديو باللغة العربية موجود هناك وتقدروا تتفرجوا عليه. عنوانه الموقع ده Welcome to True North Strong and Free، يعني أهلا وسهلا بيكم في الشمال الحقيقي القوي الحر. احنا قلنا من شوية انه في كندا إيذاء الطفل أو إهماله جريمة يعاقب عليها القانون. هنا بالنسبة لنيو برونزويك نفس الكلام، لكن هنا كمان بنأكد على إنه إجباري إن كل مقيمين في نيو برونزويك واجب عليهم إن هم يبلغوا عن أي اشتباه في إن الطفل بيتعرض للإيذاء أو الإهمال، إن هو هنا مجبرين بالقانون يبلغوا عن أي نوع من أنواع الاشتباه في إيذاء الطفل أو إهماله، ما دام هو كان الطفل أقل من 19 عام. طيب إيه اللي بيحصل لو فعلا تم الإبلاغ عن إيذاء طفل أو إهماله؟ بيتم إرسال موظف خدمة اجتماعية من مؤسسة حماية الأطفال لتقييم الوضع. بيبدأ الموظف ده إن هو يحقق في البلاغ، بيبتدي يتكلم مع الأطفال والأهالي، ممكن يسأل المدرسين والطبيب الأسرة لو عندهم معلومات، كمان ممكن ياخد الطفل للمستشفى للقيام بفحص طبي لو استدعى الأمر. لو حس الموظف ده إنه الطفل فعلا في خطر، بيبتدي يقدم الخدمات والدعم للأهالي علشان يساعدهم في تغيير أسلوب رعايتهم للطفل وتحسينها. لو كان فعلا الطفل في خطر محقق أو تم إيذائه بالفعل، بيتم فصل الطفل عن الأهل وبياخدوه يعيش في منزل آخر مع برعاية أسرة بديلة مؤقتا. اللي ممكن كمان يحصل ان لو خدمات حماية الطفل استدعى الموضوع انه يروح لدار المحكمة، وقتها هو القاضي اللي بيقرر اذا كان الطفل يرجع للأهل او يفضل بحوزة رعاية مركز خدمة حماية الأطفال. بيبتدي برضو القاضي ان هو يقوم بالتحقيق في الإيذاء المحتمل اللي حصل، توفير كمان الدعم والنصيحة للأسر اللي محتاجاها، وتوفير رعاية بديلة للطفل أو الأطفال. طيب لما التحقيقات اللي قامت بها خدمات حماية الطفل التابعة لحكومة نيو برونزويك تنتهي، ممكن إن الطفل يبقى مع أهله في منزله وبيقدموا زي ما قلنا الدعم للأهل في إن هم يحسنوا إزاي قدرتهم على رعاية الأطفال، أو إنه يتم أخذ الطفل لرعاية أسرة بديلة. طبعا حسب الأفضل لمصلحة الطفل، لأنه مصلحة الطفل هي اللي تهمهم أولا وأخيرا.
فعلى أساسها يقرر، يا إما يرجع لأهله في منزله، يا إما إن الطفل هيفضل بعيد عنهم في رعاية أسرة أخرى. لنفرض إن الأهل كانوا على عدم اتفاق مع القرار اللي أخذته خدمات حماية الطفل، على طول يتم التواصل مع الموظفين بتوع خدمات حماية الطفل، يعرفوا اسمهم ورقم تليفونهم واسم المشرف أو المشرفة المسؤول عنهم. الأهالي على طول يتواصلوا مع المشرف أو المشرفة ويبلغوهم بأن هم غير متفقين مع الرأي اللي أخذه الموظف في الخدمة الاجتماعية. برضو يعرفوا معلومات إزاي يقدروا يقدموا شكوى رسمية للحكومة. كمان ممكن الاستعانة بمحامي أو عيادة الاستشارات القانونية. من حق الأهالي إن هم يروحوا للمحكمة برضو، وإن هم كمان يعرضوا القرار اللي أخده الموظف بتاع خدمات حماية الأطفال. الناس اللي هم دخلهم قليل يقدروا يتواصلوا مع العيادة بتاعت الاستشارات القانونية، لأنها بتقدم الخدمة القانونية مجانا. لمعلومات أكتر إنه إزاي توصلوا لمحامي أو لخدمات الاستشارات القانونية، على طول ممكن ندور في الدليل بيسموه يالو بيجز، الصفحات الصفراء، تحت بند أو عنوان ليجل اللي هو القانوني. أو ممكن برضو تسأل حد من موظفين الإمكاف أو الراب يساعدك أو يساعدك. في النهاية أحب أستعرض بعض مصادر الخدمات اللي ممكن تساعد الأسر هنا في فريدريكتون. عندنا طبعا انتوا عرفتوا المالتي كالتشرال اسوسيشن اوف فريدريكتون، وده العنوان في 28 ساندرز ستريت فريدريكتون، وده رقم التليفون والايميل والموقع. كمان في سيتي اوف فريدريكتون، دي البلدية بتاعت مدينة فريدريكتون، القسم بتاع الخدمات الأسرية والترفيهية، وده رقم تليفونهم. في كمان قسم آخر اسمه فريدريكتون فاميلي ريسورس سنتر، اللي هو مصادر مركز مصادر خدمات الأسرة في فريدريكتون. اللي هنا بقى على اليمين أول حاجة Public Legal Education and Information Service، الخدمات العامة القانونية والتعليمية بخصوص النظام القانون في نيو برونزويك، ده رقم تليفونهم وده الإيميل بتاعهم. كمان تحت قسم الخدمات الاجتماعية في نيو برونزويك اللي هو السوشيال ديفلوبمنت، ده ممكن يساعدكم انكم تعرفوا معلومات اكتر عن الدعم المالي اللي بيقدموه بخصوص حضانة الاطفال او الايجار منزل، او ان هما يلاقوا لكم بيت مدعوم من الحكومة، او برضو الدعم المالي او الاعانة المالية الاجتماعية. واخر حاجة هنا تحت رقم التليفون الخاص بالضرائب الكندية، لان هي اللي منها بناخد الشايلد بنفيت تاكس، اللي هي الفلوس اللي بتدفع شهريا لرعاية الاطفال. وكل الطفل موجود في نيو برونزويك أو كندا بياخد المبلغ ده من دافعي الضرائب حتى سن 18. ده كل النهاردة موجود عندنا في المحاضرة دي أو المعلومات دي. أتمنى إن يكون الأمور واضحة، ولو عندكم أي سؤال إحنا موجودين، أي حد من موظفين الإمكاف تحت أمركم وفي خدمتكم، وأكيد لو في حاجة إحنا نقدر نعملها هنعملها على طول. أهلا وسهلا بكم مرة تانية.